بس قبل ما نعدي النقطة دي، حتة إبراهيم ملهاش أي علاقة بالموضوع بتاعنا، لأن إبراهيم قدم ابنه ذبيحة كأمر لله لكن مش ككفارة ذنوب، بينما أنتوا الرب عندكم قدم ابنه حتى يقتل فيكفر ذنوب ناس ما لهمش أصلا علاقة بابنه، فاللفة ملهاش دعوة. بس تعالى لحظة، بتقول لي جاب، هضرب لك بقى المثال تاني أهو. أنت أو واحد عنده ناس ساكنين، ناس في الشقة عمال، قال لهم لو كلتوا من المطبخ ده انا هموتكم، فاكلوا من المطبخ. قام الاب ما قتلش بقى ابنه، لا قام جايب ابنه وقال لهم خدوا ابني ده موتوه عشان ما موتكوش، موتوه عشان تتكفر لكم خطيتكم. تقول في ايه؟ تقول في الراجل ده ايه؟ أنا هقول لك، لو أنا عندي حياك الله حاج نور. ابن وحيد، لو أنا عندي ابن وحيد وراح شوف مليارات راح يهلكوا مقابل ابني، لا بقدم ابني. لو أنا بقدم ابني مظبوط، ويتنجي مليارات العالم، صح؟ مليارات ملايين العالم. لو أنا عندي يا. ابن وحيد طيب ماشي، بس وفي حدا استنى خير، عادي، في حدا ايه خيرني، فين المليارات اللي راح بتضحي يهلكوا؟ بابنك، بتضحي بابنك علشان المليار دول كلهم يعيشوا؟ بقول له بضحي، بضحي بابني الوحيد، ليش تمام. لا؟ طب هنضرب المثال برضو بنفس الراجل. الراجل ده يا اخوة، الراجل ده راجل قال عنده عمال، وقال للراجل وزوجته العمال اللي عنده لو كلتوا من المطبخ انا هموتكم، فكلوا. طيب، فعشان ما يموتش الراجل وزوجته وعيالهم قال لهم خدوا ابني موتوه حتى يكون أضحية لكم، صح كده؟ طب ما صح هم المثل ماتوا. كده؟ صح المثل كده؟ لا لا ايه؟ لا، لا ايه؟ ايه فيه اللي لا؟ نقص. ايه هو بقى النقص؟ قوله. ما انت لازم تقول انه عذبهم وذاقوا العذاب، ومن بعد ما ذاقوا العذاب مئات السنين آلاف السنين، ربنا عاوز يرحمهم. حقدم لكم البيت، صاحب البيت هذا اللي اكله من المطبخ، يا اخي انتوا ذقتوا العذابات وعذبتكم انا كفاية وشبعتوا ذل ومرمطة، خلص انا راح اقدم لكم ابني اضحية علشان انسى انا ونبلش صفحة جديدة. طب انا خليني بقى اضرب المثال ده علشان للناس. لا لا لا، خليني اضرب المثال للناس. حيا الله الشيخ هاني، عليكم السلام جميعا. راجل عنده شغال وشغاله، الشغال والشغاله قال لهم لو كلتوا من المطبخ هذبحكم، قام كلوا من المطبخ، قام جه معذبهم، عذبهم بقى عامل زي عذابات، زي تعذيبات كفار قريش. قام ضربهم بالكرابيج وطلعهم في الصحراء وخلى فرعون يقطع فيهم وبهدلهم اخر بهدله، فضل يعذبهم 1000 سنه، وبعد كده قايل لهم خدوا ابني اهو موتوه عشان يبقى اضحيه ليكم. هو كده صح؟ صح كده المثال؟ كده صح، كده كده صح. صح. انتوا بقى يا مستمعين، الشخص اللي يعمل كده عاقل ام مجنون؟ اضرب المثال تاني، الرب عندكم الآن يا ياسر عامل زي شخص عنده شغال وشغالة متجوزين، أكلوا طيب، من المطبخ. ثواني بقى أضرب للناس المثال، أكلوا من قال لهم لو كلتوا من المطبخ أنا هموتكم، قاموا كلوا من المطبخ، ما يرجعش يغفر بقى ويرحم ويقول لهم خلاص بقى انتوا كلتوا من المطبخ بقى خلاص مش مشكله، سماح المره دي بقى، هنعمل ايه بقى؟ ده كمان الراجل ده كمان المفروض انه رحيم، المفروض ان الراجل ده طب رحيم اساسا ما وغافر هو اساسا. رحمهم، ماشي ما بس هو استنى جرب، استنى بس ما استنى، هو ما انا هقول لك، بس رحمهم، ما ما انا هقول لك نفعش. ايوه، ما انا هقول لك رحمهم ازاي، بس انا هوضح هرحمهم. والله انت فاكرني مش هجيب رحم، انا هقول لك رحمهم 3 مرات على وزن الاقانيم الثلاثه، هقول لك رحمهم دي 3 مرات وافتكر. قام رجع الراجل بيبص لقاهم كلوا من المطبخ، ازاي تاكلوا من المطبخ؟ تعالوا عذبهم وعذبهم وعذبهم، 3 اهو خلاص، فضل يعذب فيهم قرون كتيرة كتيرة كتيرة، 3 مرات اهو. بعد كده قام قايل انا هرحمكم هرحمكم هرحمكم، خدوا ابني ده موتوه عشان
أرحمكم أرحمكم أرحمكم. هل لا هذا عاقل أم غير عاقل؟ مش هنا أرحمكم، أرحمهم هو بعث أنبياء، مفهموش؟ مش عم تصير المصالحة بين البشر والإله من خلال هذول الأنبياء كلهم، كل مصالحة. الأنبياء اللي بشر مش عم يعملوا المصالحة الحقيقية بين الإنسان طب استنى والإله. عليك كده، مصالحة ايه المصالحة دي يا ياسر؟ ايه انت ايه فهمك؟ على فكرة المثال اللي انا ضربته حالا بتاع الراجل والمطبخ وقتل ابنه وقدم ابنه للاهل، للناس بتوع المطبخ قال لهم خدوا موتوا ابني ده، لما هتموتوه يعني انت المفروض، انت عايز ياسر ياسر المفروض صاحب البيت عايز يرحم الراجل والشغال والشغاله اللي عنده عشان يرحمهم رحمهم اي مش استنى ما بس استنى نفعش. استنى، ما هو عذبهم وبعت لهم ناس وبعت لهم رسل وما نفعش، اما قايل لهم خلاص بقى طالما انتوا كده ومش عايزين تسمعوا الكلام وانا عايز ارحمكم مش عايزين تترحموا، خدوا ابني موتوه، خدوا ابني موتوه، لو اول ما هتموتوا ابني هقوم انا ارحمكم. انت عارفين لو ما موتوش ابني انا هبعت لكم ابني، عارفين لو ابني ما قتلتهوش، لو ما قتلتوش الواد ابني انا مش رحمكم. بالله عليك ده منطق؟ ده منطق اصلا؟ لا ده منطق هذا من تفسير الاله غلط، عندك؟ ده مش منطق أصلا، ازاي؟ وده مش منطقك أصلا. ما هو لا ما ده هو هو مش ده ده المنطق، الفكر، ما هو ده منطق لا خطة الفداء عندكم. مش ده الفكر، مش لا مش كده، لا مش كده أكيد. طب قول يلا قول، انا هكتب وراك اهو، قول. أقول لك، السيد رب العالمين لما بعث الأنبياء ورفضوهم كلهم، وعنده عناد، عناد في عناد، ومش عم يقبلوا برب العالمين ولا عم يقبلوا بالأنبياء. خش في التخين في خلاص، التقيل على طول. آخر شيء لما بعث ابنه عشان يكون الضحية الكبرى، عشان لما بكرة تصعد للسماء ما يكون عندك أي حجة. يا خي بتقول له بعثت لي أنبياء، أنا ما صدقت لانه كانوا ناس. طيب بالاخر بعثت لك نفسي، عاوز من كده ايه؟ اكثر من كده ايه؟ يعني الرب جيت بنفسي عندكم، وما صدق وما مشيت. ايوه يعني الرب عندكم بعت لهم انبياء، بعت للراجل والشغال والشغاله وعيالهم بعت لهم انبياء ما نفعش ورفضوهم، اما الرب عندك بعت لهم ابنه بعت لهم نفسه قاموا قاتلينه، يقوم يرحمهم ولا لما يقتلوه المفروض يعذبهم؟ ده المفروض لو قتلوه لا او قتلوا ابنه يعذبهم اكتر مش يرحمهم. انت طبعا قلبت بيعذبهم الفكره. اكثر، لا بيعذبهم اكثر لانه قتلوا ابنه. مش هو اصلا كان باعت ابنه عشان يتقتل؟ طبعا كفارة طيب على اللي بيآمن ما فيه، هو على اللي راح يآمن فيه.